طبيعة الحال هذه تقديم اللي خصها توضع في التراث ديال المغرب يعني تاريخ انه جميع الاجيال تتذكر هذا الاجر اللي كان تعويض منذ منتصف السبعينات يعني مازال الان ما وقع فيه حتى شي تحول. اعتقد بانه هذا موضوع خصو يتعالج بصفه عامه، ولكن اللي مهم في هذا الشيء هو كيفاش نوسعوا الفئه اللي هي كتخضع اللي كتستافد من لانه حتى مثلا نقولوا نصف ممنوح مثلا في المدن اللي فيها الجامعات، مثلا نشوفوا مدينه متراميه الاطراف حد الدار البيضاء، فراه في حال يمكن افضل واحد يجي من مدينه بعيده لانه يكون منتمي للدار البيضاء. وتنظن بان خصنا نشتغلوا ايضا على منحه ديال البحث العلمي، لان اليوم لينا امام طلبه اللي تيقراو باش ينجحوا وانتهى الموضوع. واليوم عندنا الوكاله الوطنيه لانعاش الشغل والكفاءات كالمؤسسه ديال الوساطه الرسميه ديال الدوله ما عندها اقبال بالنسبه للناس. اليوم تدير حوالي 6-7% من سوق الشغل، وما تيمشيوش الناس لانه ما عندهم حتى شي حاجه اللي كتعطيهم الوكاله. وقلنا بانه التسجيل في الوكاله كيعطيهم دخل اللي تيغطي لهم 90 يوم في العام، على اساس انه ما كينزلش على الحد الادنى للاجور، ولكن تيعطيهم تعويض على اساس انهم يديروا عمل تطوعي في قطاعات اجتماعيه، وانه هذيك المنحه كتغطي لهم البحث عن الشغل، وتيبقاو يواكبوا البحث عن الشغل داخل الوكاله، وعلى اساس ان الوكاله تصبح مكلفه ايضا بالوظائف الموجوده في القطاع العام.